توج إذن المنتخب الجزائري بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على السنغال بهدف دون رد. وبذلك نجح رجال المدرب جمال بالماضي في إعادة الكأس الأفريقية إلى الجزائر بعد 29 عاما. نعم، ستشهد كل هذه الجماهير بمختلف أعمارها على هذا الجيل الرائع الذي أعاد الهيبة للمنتخب الجزائري بوصوله إلى النهائي بعد غياب طويل. تشكيلة قدمت أداء رجوليا ورفعت شعار الانتصار ضد السنغال بحثا عن لقب إفريقي ثان حمله الهداف التاريخي لكأس أمم إفريقيا صامويل إيتو. رجال المدرب أليو سيسي دخلوا المواجهة بقوة، لكن دفاع الخضر كان يقظا قبل أن يأتي الرد سريعا عبر المهاجم بغداد بنجاح الذي صوب كرة قوية اصطدمت بأحد المدافعين وبقي الحارس يتفرج عليها وهي تزور الشباك. تحرر بنجاح وحرر معه الجماهير في المدرجات. جمال طالب لاعبيه بالهدوء والتقدم أكثر، وأمام أنظار كوليبالي من المدرجات كاد المهاجم نيانغ ينهي المشهد الأول على نتيجة التعادل. شباك بولحي ظلت نظيفة والجميع هنا يمني النفس بأن تبقى كذلك. ماني كان له رأي آخر في هذه المحاولة بعدما سدد كرته وحذاءها. ضغط السنغاليين تواصل. الحكم الكاميروني أعلن ركلة جزاء في هذه اللقطة قبل أن يلغيها بعدما استعان بتقنية الفار. نيانغ حاول مرة أخرى لكنه لم يجد طريق الشباك. النجم فرانك ريبيري شجع الخضر وتفاعل مع مختلف الفرص وهو يتابع في رايس الذي عقد العزم على أن تبقى شباكه نظيفة. الصراع ظل متواصلا. بالعمري كان شجاعا وأغلق جميع المنافذ قبل أن يحافظ زملاء بنجاح على تقدمهم بهدف ليتوج باللقب الإفريقي الذي عاد لخزائن المنتخب بعد غياب دام 29 عاما. هذا الجيل بقيادة بالماضي كتب تاريخا جديدا بأحرف من ذهب.